بدوره وجه أسامة عرابي المدير الفني لطنطا الشكر للاعبيه رغم الخسارة التي مني بها الفريق أمام أمبي، مؤكدا أن التوفيق لم يحالف طنطا لكنه حالف الفريق البترولي. أنا بشكر كل اللعيبة لأنهم كانوا رجالة النهاردة، يعني إحنا مباراة الأهلي كنا رجالة، النهاردة رجالة جدا. مباراة المصري رغم بعض الأخطاء اللي ورا لكن جبنا 3 أجوان وكنا كويسين. النهاردة أحسن مباراة أداء وفرصا وكل حاجة، ولكن التوفيق راح لإمبي.